الدكتور محمد سلماوي، القارئ المتميز والعاشق للموسيقى، رئيس اتحاد كتاب مصر والأمين العام للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب وعضو لجنة الخمسين والمتحدث الرسمي باسمها، ابن مدينة القاهرة، درس اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة القاهرة وتخرج فيها عام 1966، ثم حصل على دبلوم مسرح شكسبير بجامعة أكسفورد بإنجلترا عام 69، وبعد ذلك التحق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وحصل على درجة الماجستير في الاتصال الجماهيري عام 1975. عشقه للآثار جعله ينقب عن التميز في أعماله، فحصل على العديد من الأوسمة والجوائز، منها وسام التاج الملكي البلجيكي من الملك ألبير الثاني بدرجة قائد عام. أما عشقه للموسيقى جعل له العديد من المؤلفات، منها فوت علينا بكرة واللي بعده، سالومي، اثنين تحت الأرض، رقصة سالومي، والعديد من المؤلفات التي أثرى بها حياتنا الثقافية. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدستور، دستور 2013، أو كما يطلق عليه دستور الثورة. ثلاثة أشهر من العمل المطني والعمل الجاد، العمل الذي لا ينقطع في لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور. مشاهدينا، كنا دائما ما نسمع عن أن هناك نقاط خلافية ونقاط عليها اتفاق، ولكن في النهاية لابد من التوافق حتى نخرج بهذا الدستور إلى النور، وحتى نصل إلى هذه المرحلة وهي مرحلة التصويت ومرحلة المناقشة. مشاهدينا الكرام، بالأمس كانت لجنة أو جلسة ختامية لجلسات الدستور، أما اليوم فهي جلسة فاصلة وجلسة نهائية وهي جلسة التصويت. مشاهدينا، اسمحوا لنا أن نجمع لكم كل هذه الجلسات وكل هذه الأحداث في حصاد الدستور. اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا الكريم الدكتور محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل وصياغة الدستور، دستور 2013، وأيضا رئيس اتحاد الكتاب العرب. أهلا بحضرتك يا فندم، منورنا. أهلا وسهلا. يعني ثلاث شهور يا فندم، كل يوم عن يوم كان بيفرق، وكنا بنسمع أخبار كثيرة جدا. امبارح كانت آخر جلسة من جلسات وضع الدستور، أما اليوم فهي الحصاد يا فندم، وهو التصويت، سيتم التصويت إلكترونيا. نسبة الخطأ في عملية التصويت هتكون إزاي؟ هل بتتوقع يعني حضرتك أن يكون في نسبة خطأ ولا لأ؟ وليه التصويت إلكترونيا يا فندم؟ ليه ما كانش التصويت مثلا بأن احنا نشوف مين هيرفع إيده ومين هيقول آه أو لأ؟ هو احنا الحقيقة اتبعنا الأسلوبين، يعني في البداية هتقرأ مقدمة الدستور، وهذه المقدمة بتتضمن فلسفة الدستور ومنطلقاته الأساسية، ويتم التصويت عليها برفع الأيدي. ثم في النهاية بعد أن يتم التصويت على جميع مواد الدستور، هيطرح أيضا الدستور ككل للتوافق، فسترفع الأيادي مرة أخرى. إنما بالنسبة للمواد هتقرأ مادة مادة، ودستوريا ينبغي التصويت على الدستور مادة مادة وليس الدستور ككل. ولذلك ستقرأ المواد كل مادة على حدة، والتصويت الإلكتروني هنا بيكون أدق، لأنه برفع الأيادي لازم يكون في حد بيعد، العد قد يختلط، يعني لأنه بتبقى أيادي كتيرة مرفوعة مش دقيق، يعني أسلوب يعني مانيوال أو يدوي
مش يعني الطريقة الإلكترونية دكتور هتلخص كل هذه الطريقة الإلكترونية الأساليب اللي ممكن يبقى فيها خطأ، لأنه الضغط على الزر، وفي حتى إمكانية إن لو واحد ضغط الزرار خطأ يقدر يلغيه ويضغط الزرار الآخر إذا أراد. نعم. ففي دقة كبيرة جدا في، وده الأسلوب التصويت في يعني في الأمم المتحدة، في المنظمات الدولية كلها، في البرلمانات. نعم. في العالم يكون التصويت دائما إلكترونيا لأنه ده الأدق. الحقيقة إحنا يعني خلال كمان مشاهدة هذا المؤتمر الصحفي اللي كان منذ لحظات، هناك نقاط خلافية كثيرة جدا، ويمكن حضرتك كمان أشرت لأن في سؤال اتسأل أكثر من 10 مرات وهو ما يخص وزير الدفاع. هنا سؤالي لحضرتك، يعني تعيين وزير الدفاع وهذه الجزئية، ما يخص هذا الملف يا فندم، انتهيت فيه إلى إيه؟ انتهينا فيه إلى ما بدأنا به. نعم. الحقيقة أنه لم تجري مناقشات أخرى حول هذا الموضوع، هذا الموضوع طرح في جلسة وتم مناقشته وأقر وانتهى الأمر. بتقولي 10 بيسألوا، ده مش دليل على أنه الموضوع خلافي، دليل على أنهم ما سمعوش الإجابة أو ما انتبهوش للإجابة وهي تقال، وهي أن المادة تنص صراحة على أنه تعيين وزير الدفاع يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن هذا أمر يخص القوات المسلحة، وهذا معمول به أيضا بالنسبة للقضاء. رأي القضاء بيبقى أيضا يعني وارد بالنسبة يعني ما هوش ميزة بيختص بها وزير الدفاع وحده. ثم أنها مادة انتقالية تسري لمدة دورتين رئاسيتين فقط وبعد ذلك تسقط. لكن أنا متصور أنه في هذه القناة عايزين نتكلم على ما يخص الفلاحين. نعم، وده كان سؤالي التالي لحضرتك. لكن أنا حبيت أدخل بالجزئية اللي كان عليها يعني أسئلة كتيرة جدا، ولكن طبعا هو سؤالنا الآن هو ما يخص الفلاح المصري ونسبة 50% عماله فلاحين، الإلغاء أو الإبقاء على هذه النسبة اللي كانت عادة ما كانت بتخترق، ما كانش دايما اللي بيمثل تحت قبة البرلمان هو الفلاح، لكن كان بيبقى فيه شرائح تانية مختلفة بتستغل هذه النسبة. دكتور محمد، يعني الإبقاء على هذه النسبة أو إلغائها، وسمعنا أن هناك من يقول بتقليص هذه النسبة لنسب أقل، ولكن مع ضمان أنه اللي يمثل الفلاح المصري تحت هذه القبة، قبة البرلمان، هو فقط الفلاح المصري، ما تم الركون إليه في النهاية في مثل هذه النقطة؟ يعني كان في اتفاق من جميع أعضاء اللجنة بما فيهم العمال والفلاحين. نعم. إنه هذه النسبة لم تحقق للعمال والفلاحين أي مكسب، خصوصا في السنوات الأخيرة. حين أقرت في سنة 64 كان لها وظيفة محددة، في غياب تعدد الأحزاب كان لازم نجد وسيلة لتمثيل هذه الفئة وهذا القطاع العريض من المجتمع، وكانت هذه النسبة لها يعني نتائج جيدة جدا. أما بعد ذلك ففرغت من مضمونها، ومن كانوا يجلسون في مقاعد العمال والفلاحين ما كانوش لا عمال ولا فلاحين. هذا أمر كان يعني ما خدش نقاش مننا وكان الجميع مسلم به. فإذا لماذا نضعه في الدستور مرة أخرى ونكبل به الحياة النيابية المصرية في الوقت الذي لا يفيد لا العمال ولا الفلاحين، لأن القطاع العام اتباع في ظل وجود هذه النسبة من العمال، والفلاح تدهور حاله الآن أكثر من أي وقت مضى في ظل وجود هذه النسبة أيضا في البرلمان. فإحنا في ظل النظام الحزبي اللي موجود ليس هناك إطلاقا ما يحول دون تأسيس أحزاب للعمال والفلاحين زي ما في كل دول العالم. حزب العمل البريطاني من أقوى الأحزاب، إن ما كانش أقواها، هو حزب المحافظين، هم الحزبين الأساسيين في المجتمع. حزب الشغل التونسي ده حزب عمال أيضا. حزب العمال الإسرائيلي هو من أهم الأحزاب.
فيجب أن يتجه العمال والفلاحين إلى الأحزاب. ولكن إلى أن يتم هذا، الأحزاب بتاخد وقت، إحنا حطينا مادة بتنص على أنه في الدورة القادمة يراعى أن يكون هناك تمثيل مناسب للعمال والفلاحين في البرلمان القادم، إلى أن تقوم هذه الأحزاب وتدافع عن حقوق العمال والفلاحين كما ينبغي وكما هو في جميع أنحاء العالم. احنا عايزين الحقيقة ان احنا يعني نخطو الى الامام، واي ممارسات لم يكن لها فائدة في الماضي ان نسقطها ونتطور ونمضي قدما، والا بنعمل دستور يعني ما كانش هذا الدستور ينقلنا الى القرن 21 كيف يعني يكون مقنع للناس. نعم، هناك رؤية دكتور محمد بتقول إن 50% عمال وفلاحين دي كانت من المكاسب اللي حصلنا عليها بعد ثورة يوليو، حصل عليها العمال والفلاحين. فهنا بعد ثورتين متتاليتين مجيدتين، ثورة 25 يناير و 30 يونيو، يسلب هذا الحق. فهنا يمكن يكون في جزئية من الاعتراض، ولكن حضرتك قلت يا فندم ان هيتم ان احنا يعني ان احنا نراعي هذه الامور لحد ما يكون في حزب بالفعل ينضم تحت لواء العمال والفلاحين، وان هناك ضمانات ان احنا ممكن يعني نشرك فيها الفلاح في العملية السياسية. كيف هيتم ده ازاي دكتور محمد؟ انا قلت لحضرتك في مادة بتنص على هذا، والدستور ملزم وكل مواد الدستور بينتج عنها تشريعات وقوانين. ولكن حينما تكون المادة فيها نسبة معينة من الأرقام أو في تمثيل معين أو في شكل معين، ده بيضمن إلى حد ما أن حضرتك عايزة ترجعي تاني للصيغة اللي احنا اتفقنا أن هي كانت بالية ولم يستفد منها العمال ولا الفلاحين. إذن تحديد النسبة هي هو في النهاية مش في صالح الفلاح، يعني عملية التحديد المقولة اللي حضرتك قلتيها دي فيها مغالطة. لا نستطيع أن نقول أنه ثورة 23 يوليو كان فيه مكتسب كذا. أنا قلت لك أنه هذه النسبة كانت مفيدة بالفعل في ظل ثورة 23 يوليو. إنما ثورة 23 يوليو لم تحكم حتى الآن. ثورة 23 يوليو كانت حتى عام 70 بعد ذلك نظام تاني له توجهات أخرى غير توجهات ثورة 23 يوليو، واختلف الحال وأصبحت هذه النسبة غير مجدية. فكيف نعود مرة أخرى ونحدد نسب في البرلمان القادم للعمال ولا نبقى بنكرر نفس الخطأ؟ لكن احنا نصينا، أولا فتحنا المجال، والنهاردة ما فيش أي قيد على الأحزاب إلا أن يكون حزب على أساس ديني، هو ده اللي محظور. غير كده أي فئة من المجتمع تستطيع أن تقيم حزبها وتقيم هذا الحزب بالإخطار. مفيش لجنة أحزاب أو لجنة منع الأحزاب كما كانت تسمى. بالإخطار فقط يقوم الحزب. فمفيش أي مشكلة أن نعمل أحزاب، ثم أن الأحزاب هي اللي لها كل الصلاحيات أن تدافع عن حقوق أعضائها. لكن نسبة العمال والفلاحين ويجي لنا تانين ملاك ولوئات وأطباء طيب لماذا نصر على هذا؟ لكن قلنا إلى أن تقوم الأحزاب طلبنا من المشرع أن يراعي أن يبقى فيه تمثيل ملائم مؤقت في البرلمان القادم فقط. بعد ذلك ينبغي أن يدخل الجميع الحياة السياسية. هل تتوقع أن تكون نسبة التوافق على دستور 2013 قد إيه؟ أعتقد أن كل من نزل يوم 30 يونيو يطالب بإلغاء حكم الإخوان ويتطلع إلى دولة ديمقراطية زي ما نودي في الشوارع والميادين، مدنية، إنه هذا لا يتحقق إلا بدستور. دستور يقوم على أساس دولة حكمها مدني مش ديني ولا عسكري، تلبي احتياجات المواطنين وترفع مطالب الثورة
من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية والديمقراطية والحرية كل هذه الأشياء ترجمت إلى مواد ونصوص واضحة وملزمة في هذا الدستور. فكل من نزل يوم 30 يونيو يطالب بهذا، هذه هي أول خطوات تلبية هذه المطالب، أن يقوم يوضع الدستور، وعلى أساس الدستور تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية، ويكون عندنا في النهاية وأخيرا نظام شرعي مستقر ومنتخب يمضي بالبلاد إلى المستقبل الذي نتطلع إليه بعد 3 سنين من الاضطرابات الحقيقة إن شاء الله. طيب دكتور محمد، يعني الهاجس القوي اللي كان بيخيف المواطن المصري وهو ملف المياه، وملف المياه مرهون بعلاقة مصر بدول حوض النيل والدول الإفريقية أيضا، كمان من الملفات المهمة جدا علاقتنا مع الدول الإفريقية وأيضا طبعا الأسيوية، وهذا المد لعلاقات مصر في المتشعبة المفروض أنها تكون بشكل قوي وملائم. جذور مصر، الجذور المصرية وعلاقاتها الإفريقية، واللي كمان ممكن تمتد إلى العلاقات الأسيوية، كيف تم صياغة مادة في هذا المضمار وأيضا تخدم المواطن المصري أو المجتمع المصري أو الاقتصاد المصري؟ الديباجة في يمكن ثالث أو رابع سطر فيها، يعني في بداية الدستور تماما، بالنص على انتماء مصر الأفريقي وأنها رأس إفريقيا وتعتز بانتمائها الأفريقي، وحددنا هذا الانتماء ضمن انتماءات مصر الأخرى، لأن مصر متعددة الجوانب وثرية في انتماءاتها، في انتماء العربي والانتماء الإسلامي والامتداد الأسيوي، كل هذا منصوص عليه. ثم في المواد ذاتها، في مواد واضحة جدا بتتحدث، في مادة لأول مرة بتتحدث عن نهر النيل وأهمية نهر النيل والحفاظ على نهر النيل، وباعتباره هو الصلة بيننا وبين أفريقيا، وهو الذي يربط مصر بأفريقيا. و ثم هناك مواد عن الزراعة وعن الفلاح، لأن كل دي قضية مرتبطة ببعضها البعض، النيل والمياه والزراعة والفلاح والبعد الأفريقي، كل ده له مواد. يعني الأول مرة مثلا في دساتير مصر ينص على أنه يجب على الدولة أن تشتري من الفلاحين المحاصيل الاستراتيجية وبسعر مناسب، لأنه طبعا شكوى الفلاحين أن بيزرعوا وحاجتهم بتتشون ومفيش تسويق، ودي من الحاجات اللي أضرت بالزراعة بشكل كبير، في نص صريح منصوص عليه، لدرجة أنه مندوب الفلاحين قال لو ما خدناش من الدستور إلا هذا النص احنا مش عايزين حاجة تانية، ولا نسبة عمال وفلاحين ولا غيره. وده ما موجود في المضابط، وهو قاله حتى في احاديث صحفية يعني. أزمة المادة الثانية من الدستور وإلغاء المادة 219 يا فندم، كيف تم احتواء هذا الملف؟ أنا مش شايف إنه في أزمة الحقيقة، يعني معلش الناس بتتكلم، يعني لك حق تقولي أزمة ومشكلة و نقاط خلافية هذه طبيعة كتابة أي دستور. في 50 أعضاء في اللجنة، كل واحد في 50 له رأي، وكل هذه الأراء بتطرح، وفي أراء متعارضة مع أراء أخرى. اللي نقدر نسمي يعني ما يحدث أزمة أو خلاف أو مشاكل حين لا نصل في النهاية إلى حل. فتبقى أزمة، لكن يبقى في أراء مختلفة ثم تتوافق، أين الأزمة وأين المشكلة وأين الخلافات؟ وتم التوافق، حاجة مستحكمة. المادة الثانية لم تناقش، مش أنه ما كنا مختلفين واتفقنا. المادة الثانية اللي بتنص على أنه مواد الشريعة الإسلامية أو مبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر رئيسي للتشريع، وأنه الإسلام هو دين الدولة واللغة العربية هي اللغة الرسمية،
هذا الموضوع لم يطرح للنقاش ولم يطلب أحد إعادة النظر فيه على خلاف كل ما يقال من أزمة ومناقشة وخلاف وغير ذلك. النقطة الثانية اللي حضرتك قلتيها النقطة الثانية المادة 219 والتفسير كمان. المادة 219 أيضا لم تطرح لأنها ليست جزء من هذا الدستور. الدستور في حضرتك عارفة في لجنة خبرة اشتغلت على الدستور المعطل وعدلته، ثم جاءنا هذا التعديل وعلى ضوءه صغنا هذه المواد. لم يكن من بين المواد التي أتتنا مادة تحمل رقم 219 ولا فيها مضمون 219. يعني الجزئية دي يا دكتور ما فيهاش أي مشاكل خالص؟ مفيش مشاكل. نحن ارتضينا داخل اللجنة أن تفسير، أولا أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. وأن تفسير التفسير الوارد في أحكام المحكمة الدستورية العليا هو الذي نعتمده. المحكمة الدستورية العليا هذا تفسير دستوري قانوني لهذا الموضوع، هو ده المعتمد بس وانتهى الموضوع. والدستور 2013 المرأة في أكثر من نص بيتعرض للمرأة، في نص خاص بالمرأة والمرأة المعيلة وحقها في أشياء كثيرة تتعلق بالمرأة، ثم هناك نص آخر يتحدث عن المرأة وحقها في المناصب العامة وإلى آخره، ثم هناك نص آخر انتقالي زي النص بتاع العمال والفلاحين يلزم المشرع أو يلزم القانون أنه في البرلمان القادم، هذه مادة انتقالية، يراعي أن تكون هناك نسبة ملائمة للمرأة ولذوي الأشخاص ذوي الإعاقة وللمسيحيين وكل الفئات الأخرى اللي من الأهمية أن احنا ندعمها لكي تمثل في البرلمان، بالإضافة إلى أنه في نصوص أخرى تتعلق بكل من هذه الفئات على حدة، زي ما المرأة لها نصوصها أيضا ذوي الإعاقة لهم نصوصهم، وفي المادة الخاصة بالتعليم بيراعى في ذوي الاحتياجات الخاصة أو ذوي الإعاقة، وأيضا أنه لازم الدولة تراعي أنه الأماكن العامة تكون مجهزة بشكل يتيح لذوي الإعاقة أن يتعاملوا بسهولة، حتى بالنسبة للتحقيقات وإلقاء القبض لازم أنه بالنسبة للصم أو البكم يبقى في وسيلة، يعني منصوص في أكثر من مادة على حقوق جميع هذه الفئات. رغم كل هذه الإجراءات التوافقية أو كل هذه النقاط التوافقية في الدستور، ولكن يا فندم إذا جاء التصويت بلا للدستور كيف سيكون المسار؟ كيف هيحصل إيه بعد كده يا فندم؟ لا دي مش مهمة اللجنة، مهمة اللجنة التي وكلت إليها أن تكتب دستور أو تصوغ دستور يتوافق مع متطلبات المرحلة ويتطلع إلى المستقبل اللي الناس بتتطلع إليه ويعبر عن ثورة 25 يناير ومطالبها من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية إلى آخره، وثورة 30 يونيو التي طالبت بعدم استغلال الدين في السياسة، كل هذا كان مهمة اللجنة. وأتمت اللجنة مهمتها وليس لها أن تحدد ما يحدث بعد ذلك. سؤالي للدكتور محمد سلماوي، تقييم حضرتك أو رؤية حضرتك لإحنا خطواتنا عاملة إزاي في مسارنا في خريطة الطريق الموضوع الآن، شايفها إزاي فندم؟ بتقيمها إزاي؟ إحنا ماشيين كويس؟ خريطة الطريق تبدأ بهذا الدستور. هذا الدستور هو القاعدة التي ينبني عليها مستقبل مصر الذي نتطلع إليه.
هو مستقبل يقوم على الديمقراطية ولا يقوم على انفراد رئيس الجمهورية بالسلطة وحده، ويقوم على هذا المستقبل على العدالة الاجتماعية وعلى حماية حقوق جميع فئات المجتمع خاصة المهمش منها، وعلى حماية أيضا المناطق النائية كسيناء والنوبة والواحات ومرسى مطروح وغيره، ويقوم على حماية حقوق بل والنص على حقوق جديدة لم تكن موجودة في الدساتير السابقة. هذا هو الأساس أو القاعدة اللي هيبنى عليها هذا البناء الجديد من خلال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لكي تستقر مصر على وضع شرعي منتخب يقوم على الديمقراطية، حكم مدني، لكي نمضي بمصر إلى المستقبل الذي طال انتظاره. نعم دكتور محمد، في النهاية هو المفروض أن احنا كلنا ننزل نشارك في هذا الدستور، وده أملنا الحقيقة كلنا، أن نلاقي مصر كلها نازلة زي ما نزلت في الميادين، كلهم كمان ينزلوا للمشاركة في الدستور. أنا مش هقول لحضرتك قولي كلمة في النهاية للمشاركة، أنا هسأل حضرتك سؤال بسيط جدا، من يحجب عن المشاركة في الدستور بماذا تقيمه؟ وممكن تقوله إيه؟ واللي بينزل بالفعل بإيجابية ويشارك في الدستور حتى وإن كان هيقول لأ للدستور، حضرتك شايف لا أنا بزي. بعتقد أنه الناس اللي مالهاش دعوة، اللي كان مالهاش دعوة بحاجة دي يعني مضى هذا العهد، وعايز أقولك أنه هم كانوا على حق، لأنه كانوا عارفين سواء نزلوا أو ما نزلوش النتيجة واحدة. النهاردة هم عارفين أن ده مش مظبوط، لأن لما نزلوا ووثقوا في قوة معينة زي الإخوان ووقفوا وراء الإخوان وقالوا دول ناس بتوع ربنا وناس أكيد حيقيموا العدل في ربوع البلاد ومش هيبقى فيه فساد وكذا، وثقوا فيهم قدروا ينجحوا في البرلمان وفي الرئاسة. أما اكتشفوا أنه أصيبوا بخيبة أمل فيهم سحبوا منهم الثقة. نعم. فهذا الشعب اللي بينزل النهاردة ويدي صوته عن اقتناع، اللي انتخبوا الإخوان ما كانوش مضللين ولا بتاع، كانوا مقتنعين لأنه ما كانوش جربوا الإخوان، والإخوان كانوا مظلومين وفي السجون وناس بيتكلموا عن الدين وعن ربنا وعن العدل وعن، فالناس وثقت اقتناع انتخبوه، ولما وجدوا عكس ما توقعوه سحبوا الثقة أيضا. فهذا الشعب الآن لن يجلس في البيت ويترك الدستور الذي سيؤسس لمستقبل مصر ويقول أنا ماليش دعوة. لو وضعنا عنوان للدستور 2013 حضرتك ممكن تسميه إيه أو تصفه بإيه؟ عدة أوصاف. أولا هو دستور الثورة، لأنه طبعا الدستور اللي فات بتاع 2012 المعطل ده يعني كان له أغراض أخرى. هذا هو دستور الثورة، ومن ثم فهو دستور المستقبل. أشكرك دكتور محمد سلماوي، شكرا يا فندم. في نهاية اللقاء طبعا مشاهدينا الكرام بنشكر الدكتور محمد سلماوي المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل وصيغة الدستور 2013 وأيضا رئيس اتحاد الكتاب العرب. مشاهدينا أشكركم شكرا جزيلا، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله.